صباح الخير، سنتحدث اليوم في الأعداد من 1 إلى 10. طبعا الأعداد من 1 إلى 10 هذه هناك ما يطابق العدد المعدود وهناك ما يخالفه. فنقول مثلا العددان من 1 إلى 2 هذان العددان يطابق العدد المعدود في التذكير والتأنيث. فأقول قلما واحدا اشتريت قلما واحدا. طيب هنا واحدا ألاحظ أنها جاءت مذكر لأن قلما هذا المعدود مذكر. اشتريت قصة واحدة هنا قصة نلاحظ أنها مؤنثة، وواحدة هنا ماذا؟ تأتي مؤنثة، لماذا؟ لأن المعدود قصة والعدد هو واحد، أو واحدة. فعندما أقول قصة هنا مؤنثة، واحدة مؤنثة، وعندما أقول قلما هذا مذكر، واحدا هذا مذكر، إذن يطابق العدد المعدود، يعني يطابق واحد المعدود اللي هو القلم. واحد مذكر، قلم مذكر بيصير واحد مذكر، قصة مؤنثة واحدة مؤنثة. طيب اشتريت قلمان اثنان. طيب هنا قلمان هي من قلم، قلم طبعا دائما بالنسبة للمعدود يجب أن أحوله إلى مفرده حتى أعرف هل هو مذكر أم مؤنث، سواء كان مثنى أو جمع يجب أن أحوله إلى واحد يعني إلى مفرد. طيب فأقول قلمان هنا مفردها قلم، مفرده قلم، فهو إيش؟ مذكر. يلزمه بالنسبة لإثنان، واحد أو اثنان يلزم تذكير أيضا، فأقول هنا اثنان، إذا اثنان وليس اثنتان. ليش؟ لأنه قلمان مذكر واثنان يأتي مذكر. طيب اشتريت قصتان اثنتان. هنا قصتان هنا المعدود مفردها قصة وهي مؤنثة، فيلزم بالنسبة للعدد واحد اثنان يكون مؤنث أيضا، فأقول اثنتان وليس اثنان. إذا قصتان هذه المعدود المؤنث، فيلزمه ماذا؟ الرقم واحد إلى اثنين مؤنث أيضا، فأقول اثنتان اشتريت قصتان اثنتان. إذا اثنتان يطابق القصتان في إيش؟ في التأنيث. تمام؟ طيب إذا العددان 1 إلى 2 يطابق العدد المعدود في التذكير والتأنيث. فدائما أنا إذا أردت أن أطابق أولا أنظر في العدد هل هو 1 إلى 2، نعم يطابق. ثانيا طبعا بالنسبة لي إذا أردت أن يعني أعرف هل هو مذكر أم مؤنث بالنسبة للمعدود أحوله إلى مفرده. تمام؟ طيب وسنأخذ أمثلة على ذلك يعني لتتضح أيضا الصورة أكثر. طيب نأتي إلى الأعداد من 3 إلى 10. طبعا هنا يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث، بمعنى أنا الأعداد أي عدد يصادفني 3 4 5 إلى 10، هذه كلها أعداد تخالف، يجب أن تخالف. يعني هسه بالنسبة للقلم اشتريت 3 أقلام. طيب بالنسبة للقلم هنا مذكر. طيب إذا أردت أن أضع عدد من 3 إلى 10 يجب أن يخالف، يعني إذا كان المعدود مذكر يكون العدد مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنث يكون العدد مذكر، إذا دائما مخالفة. طيب هنا اشتريت 3 أقلاما، إذا هنا أقلام مفرده قلم وهو مذكر، فأقول 3، لماذا؟ لأنه يخالف، فخالف المعدود العدد اللي هو 3 المعدود اللي هو الأقلام المذكر، ف3 مؤنث وأقلام مذكر. طيب اشتريت 3 قصصا، هنا 3 أيضا من الأعداد التي تخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث كما قلنا أنها من 3 إلى 10، فأقول هنا 3، هنا 3 تكون ماذا؟ مخالفة لقصص، قصص مفردها قصة وهي مؤنثة، فيجب أن نخالف، فهنا نزيل تاء التأنيث فيصبح مذكر، فأقول 3، هذه تاء المؤنثة دل على التأنيث وأزيلها، فأقول 3 قصص. إذا 3 أقلام، ثلاثة مخالفة لأقلام لأنها مثنى ومؤنث وأقلام مذكر. اشتريت 3 قصص، هنا 3 هذا العدد مذكر والقصص هذه مؤنثة، إذا خالف ال3 القصص. طيب اشتريت 10 أقلام. طيب هنا اشتريت 10 أقلام ببساطة، أنظر في المعدود، أقول أولا هي من قلم وهو مذكر، ثانيا أنظر في العدد هل هو من 1 إلى 2 أم من 3 إلى 10، أقول هو من 3 إلى 10 اللي هو العدد 10، فهو ماذا هنا بالنسبة للقاعدة؟ فهو يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث، فأقول هنا يجب أن يخالف، فأقول قلم هذه مذكر فيجب أن يكون العدد مخالف، فنقول 10، إذا اشتريت 10 أقلام. أيضا اشتريت 10 قصص. طيب قصص هنا مفردها ماذا؟ قصة، صحيح. إذا أولا أنظر في المعدود، فهو هل هو مؤنث أم مذكر؟ فيكون هنا مؤنث. أنظر في المعدود وأحوله إلى مفرد طبعا حتى أنظر فيه.
إذا أولا أحول إلى مفرد حتى أنظر فيه هل هو مذكر أم مؤنث، بعد ذلك أعين بالنسبة للأعداد. طيب قصة هنا، أولا قصص هو قصة هي إيش؟ مؤنثة، تمام. طيب آتي إلى العدد 10. طيب هنا يخالف بكل بساطة، هو من 3 إلى 10 فهو يخالف، فأقول قصة هنا مؤنثة فالعدد لازم يكون مذكر، فأقول هنا 10 قصص. طيب هذه قاعدة أيضا هي لمعرفة حالة المعدود في ناحية التذكير والتأنيث، فإن ننظر في مفرده أكيد مثل أقلام قلم، قصص قصة، أقلام قلم هنا مذكر، فيجب المعدود إذا كان من 1 إلى 8 فهو يطابق، وإذا كان من 3 إلى 10 فهو يخالف. أيضا قصص قصة هنا مؤنثة، إذا من خلال المفرد واتضح لي أنها مؤنثة، فأقول بالنسبة للأعداد من 1 إلى 2 فهو يطابق، من 3 إلى 10 فهو يخالف. طبعا هناك أيضا سنحل أسئلة على ذلك ويتضح أيضا أكثر في الفيديو الآخر.